بدعوه من الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين اعتصم العشرات من المعلمين امام دار رئاسه الوزراء في مدينه رام الله احتجاجا على اقرار محكمه العدل العليا اعتبار اضراب المعلمين غير شرعي ويجب الغاؤه وطلب الاتحاد باحتساب نسبه غلاء المعيشه التي اقتطعتها الحكومه منذ بدايه العام الحالي محملا الحكومه مسؤوليه انهيار العام الدراسي باعلان الاضراب المفتوح ابتداء من اليوم مع عدم التوجه الى مراكز العمل حتى تعود الحكومه الى رشدها وكانت محكمه العدل العليا اصدرت يوم امس قرارها النهائي فيما يخص قضيه اضراب المعلمين واعتبرته غير قانوني وطالبت بالغائه إحنا اليوم موجودين هنا بناء على دعوة من الاتحاد لتنفيذ أحد الفعاليات اللي هي الاعتصام أمام مجلس الوزراء لإسماع صوتنا والمطالبة للحكومة والمطالبة بحقوقنا نجدد مطالبتنا للحكومة بضرورة استشعارها مسؤوليتها الوطنية بإنصاف المعلم وقطاع التعليم نحترم المحكمة ونحترم القضاء ولكن نقدس ونجل عدالة مطالبنا المعلمين هذه المرة مصممون أن ينتزعوا حقوقهم ولا عودة للدوام إلا بتحقيق المطالب كاملة قضاء الفلسطيني على رأسنا وإحنا نحترم القضاء الفلسطيني ولكن قضاء الفلسطيني لو قال ارجعوا إلى المدارس والإضراب مش شرعي فرضا ولكن على الحكومة أن تطبق لكان أفضل كان مسكوا العصاب من وسطها